نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحديد صلاحية كافة اصدارات الاحوال المدنية بمدة ستة أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم اصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على أن كافة اصدارات قطاع الاحوال المادية سارية دون تحديد اي فترة زمنية لصلاحيتها وانه يتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافه الجهات الادارية بالدولة سواء تم الاصدار بتاريخ قديم او حديث فيما عدا القيد العائلي